بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم باسل بداد، اليوم راح نشرح إن شاء الله كيف نعمل الروفز. في عندنا أكثر من نوع للروفز، راح نعمل أغلبهم يعني أو أشكال كثير منهم. عندنا تقريبا بدنا نعمل 12 شكل. طبعا الأشكال هاي حنعملها اللي هي الأشكال البسيطة، مش حندخل في الأشكال المعقدة إن شاء الله. أول شكل عندنا هو الشكل الجدا عادي اللي ما فيه أي نوع من التعديلات، نروح عند أركيتكتشر، بنروح عند روفز. طبعا روفز من عند أركيتكتشر نكبس عليها على طول، لانه احنا بدنا روف باي فوت برنت، ما بدنا الاكستروجن حاليا او باي فيس. فبنكبس على روف، بنحدد ليفل 2 اللي هو حيكون عليه الروف تبعنا او السقف يعني، وبنبدا نرسم. طبعا اول شكل عندنا مش حيكون عليه اي تعديل زي ما حكينا، بنخلي في عندنا اوفست متر ومتركه زي ما هو هيك بدون اي تعديل زياده عليه. بنشوف ب3D بيكون عندنا الشكل هذا اللي قدامنا. بعدين في عندنا شكل تاني مشابه له تقريبا نفس الفكره، في عندنا عليه تعديل بسيط جدا، يعني حتى الاوفست مش بحاجه تعمله انت، ولكن هو مجرد تصميم زياده يعني. نفس الاشي نرسمه، نعمل اسكيب، نحدد الخطين اللي على الجنب او الخطين اللي فوق اللي برايحك، وبنعمل انتشيك للديفاينز سلوب. نعمل صح، نروح على 3D بنلاقي الشكل هذا قدامنا. نعمل بنخلي الماوس على أحد الحيطان اللي عندنا، نعمل تاب، بتلاقي عمل هايلايت على كل حيطان اللي عندنا، فبنكبس عليهم بالماوس عشان يتحددوا كلهم. نعمل اتاتش توب بيز، وبنحدد الروف اللي عندنا، بنلاقيها الحيطان توصلت في الروف. بعدين في عندنا شكل ثالث اللي هو يكون هنا، نعمل روف ليفل 2 نفس الاشي متر، وبنبدأ نرسم. عندنا حيكون الشكل هذا، بنحدد ثلاث خطوط من الموجودين، نعمل define slope and check، وبنيجي عند الخط الثالث بنخلي الزاوية طبعا اللي بيريحك، ولكن خلينا نقول بدنا نخليها 20 الزاوية تبعته، وبنعمل صح وبنشوف كيف شكله. طبعا صغرت الزاوية لأنه لما نيجي نخلي الزاوية 30 زي ما كانت هنلاقيها كتير عالية زي ما هنشوف الحين، صارت كتير عالية. تاب attach to base، بصير عندنا الشكل الموجود الحين. بعدين في عندنا الشكل الرابع اللي هو هيكون شوي مختلف، نفس الاشي نبدأ نفس البداية، روف offset، طبعا زي ما حكينا الاوفست مش ضروري لكن عشان يبين معنا الروف بشكل افضل، نعمل شي زي هيك، نعمل خط، نروح عند الميد بوينت، بعدين ناخد اوفست، لانه ما حددت ميد بوينت، اوكي ميد بوينت، بعدين ناخد اوفست متر منيح، خلينا نقول متر ونص عن الجهتين، بعدين نعمل سبلت، نعمل سبلت مكان التقاء الخطين الاخرين اللي عملناهم، بعدين نمسح الخطوط الثلاثة هاي. وبنيجي نحدد الخطين هدول والخطين اللي تحت، وبنعمل اند تشيك للديفاين سلوب، ونيجي عند هدول الاثنين بنخلي فيه عندهم اوفست، الاوفست هذا نخليه مثلا متر حلو، وبنعمل صح، نشوف على 3D يصير عندنا الشكل اللي قدامنا هذا اللي هو السلوب بنكسر عند الناحية هاي. الحين في عندنا الشكل الخامس، بنروح على ليفل 1 نعمل روف، نعمل ليفل 2 وبنعمل اشي زي هيك، خلينا نقول نص متر نفس الاشي، بعدين نعمل كمان واحد خلينا نقول متر زي هيك، وبنعمل سبيس بحيث يكون اوفست لجوا، هاي بنعملها تكون بدون سلوب، هذول الاثنين خلينا نقول هذا وهذا بدون سلوب، وبنعمل صح. طبعا الشكل طبعا لسه ما جهز عنا، حيكون الشكل زي هيك، فبنروح نكمله، نروح عند الليفل 1 او نقول سايت عشان يبين معنا، بنعمل كمان روف ليفل 2 يكون جوا هاي، نحدد هذول الاثنين، نعمل بدون سلوب
وبنروح على السكشن، نعمل سكشن اعطى في المبنى، وبندخل على الفيو، جو تو فيو، بنحدد اللي قدامنا وبنعمل موف تكون شوي اعلى، بنروح على 3D بصير عنا الشكل هذا. الحين هذا عشان نظبط الشكل لازم نروح نعمل جدران عشان يبين معنا بشكل افضل. بنروح نعمل walls، خلي level 2 finish face exterior، وبنعمل اشي زي هيك. بنروح على السكشن، الجدران هاي بنخليها بداية ليفل 2 unconnected ليفل 2، وحددنا كل الموجودين. نعمل تاب بتحدد كلهم ليفل 2 unconnected، بعدين نعمل attach ل الروف اللي عملناه. ممكن نتركه زي هيك عشان المنظر الخارجي، ولكن بالنهاية بدك يعني لما تيجي تعمل فينش المبنى بدك تخليه مربوط بالروف اللي حواليه عشان يكون تعرف تقسم جوا، ولكن مهم المنظر الخارجي حاليا. نعمل تاب لهدول، نعمل لهم كونكت عشان يصيروا مشكوكين هنا. وبعدين في عنا شكل سادس اللي هو هيكون عبارة عن اشي قريب من اللي عملناه قبل شوي. بدنا نعمل روف، هنقول نعمل خط في النص، نعمل له اوفست متر ونص على الجهتين، نشيل الخط اللي في النص، وبنخلي بدون سلوب على الجنبين، وبنعمل صح وعلى السايت. بنروح عند architecture روف مرة ثانية level 2، وبنعمل اشي زي هيك، نحدد كل الخطوط اللي برا، بنعمل بدون ديفاين سلوب، بنخلي بس سلوب على هذا اللي برا، وبنعمل ميرور حوالين الخط هذا بحيث انه يكون عندنا موجود فوق موجود تحت. نشوف على 3D بنكون بدنا نرفع هذا، فبنروح على السايت مرة ثانية، نعمل section go to view، نفس الاشي بنرفع هذا، نقول نفس الاشي هنا. خلاص بضل لك انك تعمل نفس الجدران اللي عملناه في اللي هو المبنى اللي جنب اللي هنا. طبعا بيختلف شكل هذا عن هذاك، ولكن بالنهاية الفكرة تكون واضحة. نعمل الحين tab attach هنا، نرجع مرة ثانية attach لهنا، بعدين مرة ثانية attach لهنا. هيك بضل لك بس اللي هي الجدران اللي على الجنبين هنا وهناك. بعدين في عنا شكل شوي غريب ولكن سهل نعمله، اللي هو انه نعمل roof level 2 ايش يسوي هيك، هو مثلا متر نيجي عند هذول اثنين بدون سلوب، هذول اثنين نخلي الزاوية بالماينس، نخليها مثلا سالب 10، نعمل صح، نروح على 3D بنلاقي صار معنا الشكل هذا، نعمل اتاتش يصير عندنا الشكل هذا اللي هو تقريبا نفس هذا بس مقلوب. طبعا الشكل هذا بنقدر، طبعا اغلب الاشكال اصلا اللي عملناها قبل شوي نقدر نعملها عن طريق الاكستروجن، فممكن نيجي نعمل reference plan، نعمل اشي زي هيك plan هنا خليه اسمه 1، ونيجي نروح عند architecture roof، لا استنى شوي غلط هيك roof by extrusion مش roof عادي، reference plan 1 اللي عملناه، نروح على south هذا هو تبعنا، نيجي نعمل اشي زي هيك، نعمل له ميرور
ميرور فوق احنا نرسمه. طيب ما علينا، ميرور اوكي هيك صح، ونعمل صح، بيطلع لنا تقريبا نفس الشكل. حتى ستوب بيز نشوفها 3D، شايف الشكل اللي قدامنا هذا، يمكن نظبطه الحين، نخلي يوصل جهة هاي اللي هي هتكون هنقول 3 متر أو 4 متر، جهة هاي برضو 4 متر، أربعة متر هنا، سالب 4 متر هنا. يصير عندنا الشكل اللي قدامنا هذا. نرجع نعمل هاي، نحسب الخطوط اللي كانت هنا زي ما قلناها تقريبا نفس الشكل. هنا بتتحكم بالزاوية، هنا انت بترسم الشكل كيف يكون. وبعدين في عندنا برضو عن طريق الاكستروجن ممكن نعمل الشكل اللي هنعمله الحين، اللي هو هنحمل ريفرنس بلان خط النص نسميه 2، ونعمل روف باي اكستروجن 2، نعمل اوكي، بنشوف وست، نعمل اوكي، نعمل حاجة زي هيك. ممكن ناخد الميد بوينت نطلع مثلا متر ونص، نعمل اشي زي هيك وينزل، حدد الخطين هدول، نعمل ميرور، نمسح هذا، نعمل صح، حصير عنا الشكل هذا. ممكن نعمل الحين التات ستوب بيز، ممكن نروح على 3D. طبعا الشكل شوي لازم نمد زيادة، تعرف ليش. ممكن الحين نسحبه هنا شوي، ناخد 5 متر سالب 5 متر، وهنا 5 متر، يصير عنا الشكل قدامنا. نعمل تاب حتى ستوب بيس، يصير عنا الشكل قدامنا. ممكن نعمل شكل برضو قريب منه، نروح ليفل 1، نعمل ريفرنس بلان، خليه ميد بوينت، وين ريفرنس بلان، ميد بوينت 3، نعمل اركيتكتشر روف واي اكسترودن 3، نعمل اوكي، نروح على ايست هالمرة، ونعمل تقريبا نفس الخطوة، ناخذ ميد بوينت، نرفع اشي زي هيك، او حتى مش لازم هاي، ممكن نيجي على طول نعمل ارك من جهة هاي لجهة هاي، نعمل اشي زي هيك، ونعمل صح، يصير عندنا الشكل اللي قدامنا. طبعا انت بدك تكون حاسب الجهة هاي من الجهة هاي عشان ما يكون عندك يعني فروقات في الجهتين. ممكن الحين نشوف على 3D، طبعا حيكون في عندنا مشكلة الحين. طبعا ممكن نعمل هاي تكون سالب 5، وهاي ولا العكس، هاي موجب هذيك سالب، اتوقع العكس، لا صح، نعمل التات ستوب بيس. بعدين في عندنا كمان شكلين بسيطين، ولكن مش حيكونوا زي ما انتم شايفين على المبنى اللي هو المستطيل. بنروح عند روف بدون اكسترودن، روف عادي، نعمل نفس الاشي، ممكن ناخد اوفست نص متر، نعمل اشي زي هيك، نفس الاشي من جهة هاي، نعمل سبلت، سبلت اللي هنا، تريم اند اكستند، نربط هذا البعض ونمسح هذا ونتركه زي ما هو هيك، نعمل صح، يصير عنا الشكل اللي قدامنا هذا. ممكن نعمل نفس الاشي تقريبا، نفس على الاقل الفوت برنت، نعمل اوفست، سبلت،
trim and extend. نروح نعمل هذول كلهم بدون سلوب، نخلي هذا وهذا بسلوب، نعمل صح وصير عندنا الشكل قدامنا. طبعا الحين نحدد كل الجدران، نعمل attach top face، نفس الاشي هذول attach top face. وبس هذا بشكل عام هي الاشكال اللي عندنا. يمكن الحين نعمل هالشيدد، طبعا لازم يكون اخضر، ما اعرفش ليش مش عارف ليش قرروا يعمل لون اخضر للروف، ولكن بغض النظر هذه الروفز اللي قدرنا نعملهم في هذا الوقت القليل. ان شاء الله يكون الفيديو مفهوم، ما ستشرح اي شيء. اذا كان في عندك اي سؤال اي استفسار يا ريت انك تسالني، سواء كان في الفيديو هذا او في فيديو غيره، او في فيديو حاب اشرح عليه انه موضوع حاب اشرح عليه، فياريت تحكوا لي. نراكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.